في إطار مناقشة مجلس حقوق الإنسان للاتفاقية الدولية لحماية الطفل، أوضح رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف مجعل بن علي البلوي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان أن أنظمة المملكة تعني بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتوفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسيا وبدنيا. تقوم حكومة بلادي بحماية الأطفال من أي عمل قد يشكل خطرا على صحتهم أو نموهم، وفي هذا السياق نشير إلى تبني سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله مبادرة دولية لحماية الأطفال في الفضاء السبراني، تتمحور حول تطوير أفضل الممارسات والسياسات والبرامج لحماية الأطفال في العالم السبراني، حيث تأتي هذه المبادرة لمواجهة التهديدات السبرانية المتزايدة التي تستهدف الأطفال أثناء استخدامهم شبكة الإنترنت وتعريضهم لجرائم سبرانية متنوعة بعيداً عن عين أسرهم. وأكد مشعل البلوي إلى تبني الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مبادرة دولية لحماية الأطفال في الفضاء السبراني، تتمحور حول تطوير أفضل الممارسات والسياسات والبرامج لحماية الأطفال في العالم، حيث تأتي هذه المبادرة لمواجهة التهديدات السبرانية المتزايدة التي تستهدف الأطفال أثناء استخدامهم شبكة الإنترنت. كما تعمل حكومة بلادي على مجابهة الأوبئة والأمراض من خلال أجهزتها المختصة بما يصب في مصلحة الطفل، ويشمل ذلك أعمال مكافحة آفات الصحة العامة وحماية البيئة من التلوث الناتج عن النشاطات ذات الحساسية العالية. وقد أشاد ممثلو ومندوبو الدول المشاركون في أعمال الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان بمبادرة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واعتبروها إضافة للجهود الدولية الرامية إلى حماية الطفل وتعزيز وترقية الاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الأطفال. إشادة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بمبادرة سمو الأمير محمد بن سلمان التي اعتبروها إضافة للجهود الدولية الرامية لتعزيز وترقية اتفاقية حقوق الطفل. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.